السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم عن مادتين موجودين في كل بيت وبتستخدمهم ست البيت في التنظيف. اول حاجة عندنا مادة الفلاش، دي بتستخدمها ست البيت يعني لإزالة الرواسب الجيرية من الحمامات، وبتستخدم لإزالة الصدأ من الحمامات. هي مادة كويسة وفعلا بتزيل الصدأ. المادة الفعالة اللي في الفلاش حمض اسمه حمض الهيدروكلوريك أو حمض النيتريك. تاني حاجة هنتكلم عن الكلور. الكلور ده مستخدم في، كلنا عارفين ان هو مادة مبيضة بتزيل البقع، بتبيض الحمام، وهي يعني معظمنا بنستخدم الكلور في الحمام. المادة الفعالة اللي فيه هايبو كلوريد الصوديوم. طيب في حاجة بقى بتعملها ست البيت، يعني في ناس كتيرة ما تجهلها طبعا وبتعملها للأسف، يعني بتعملها اللي هي ان هي فاكرة ان هي لما تحط فلاش مع كلور ان هي هتحصل على نظافة أعلى، لكن ده للأسف عكس تماما الموضوع. هي لما تحط الكلور مع الفلاش ده التفاعل بيحصل، تفاعل بينتج عنه غاز الكلور السام، وللأسف المادتين لما بيتحطوا على بعض ما بينضفوش تماما، يعني المادة دي بتوقف المادة دي والمادة دي بتوقف المادة دي، يعني انت اكنك ما حطيتيش حاجة، انت كده رميتي فلوس في الارض. طب في بقى غاز الكلور ده لما بيحصل اثناء التفاعل ايه اللي بيعمله؟ لا، بيعمل مشاكل جامدة جدا، بيعمل حكة في العين واحمرار في العين شديد، بيعمل سيلان للأنف، بيعمل صعوبة في التنفس، بيهيج الأغشية المخاطية للأنف وبيهيج الجيوب الأنفية، والموضوع ممكن يتطور لإغماء. طيب في حاجة كمان، أنا عشان أتجنب الموضوع ده، طب واحدة تقول أنا مش هحطهم على بعض، بس يعني هي حطهم مخزناهم في المكان الاتنين جنب بعض، يفضل ان انا ابعتهم على بعض وانا بخزنهم، ان انا معرضة ان ممكن ده يتسكب منه حاجة، ده يتسكب منه حاجة، معرضة ان هو ايه برضو يختلطوا مع بعض وينتج غاز الكلور السام. طب لا قدر الله لو حصل الموضوع ده وقع ده من الكلور على الفلاش او العكس ونتج عنه الكلور السام، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي احنا ممكن نعمله عشان نسعد بيه لو حد حصل له كده؟ اول حاجه ان احنا ننقل ست البيت اللي حصل لها الموضوع ده لمكان جيد التهويه، نوديها قدام الشباك قدام البلكونه بحيث ان هي تاخد هوا نظيف. تاني حاجه ان احنا لو الموضوع متطور جدا، المتطور شويه، هنعملها تنفس صناعي. الموضوع متطور اكتر او عامل لها مشاكل جامده، ان احنا لازم نروح لاقرب مستشفى عشان نتلقى العلاج المناسب. ويا رب يكون، يا رب الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب على قناة الأسرة العربية، وياريت تفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد.